ترشيد وتثبيت. هاي اول كفه يدي تثبت لي اني يعني هاي الكفه الثانيه بعد ما لاقها تمام سويتها انفليشن لحد هنا انا اوكي هذا الايج كاركتر هاي صفيت انا بعد ما عازل لحد هنا هو المريض قال لها فنتليشن تو لانج فنتليشن ما عازل لحد هنا انا خففت هاي ثبتته من عندي الاسبريشن هاي يعني بروتكشن هاي اللي تقول والمريض ياخذ منها يعني اللي يجي يعني هاي اللي يدفع لك ثلاثه منها ويروح للجهه الكاميرا موجودة هنا. بجيت جبت التيوب ماني. وين التيوب؟ الدخلة هنا.
دخلت اليوتيوب هنا اسحب لي فوق تبقى لي النهايه يعني الفري ما بيها شغل لازم تهريتي الفري بدون بس واير بكاميرا بنهايته دخلت دخلتها بالهنا وصارت شفت تباوع على الكاميرا بس تباوع على المريض مجرد انه احد يسوي لك بوزيشن صحيح لازم البوزيشن شنو لازم جو ثراست البوزيشن على مود يفتح لك حتى تشوف يعني الكافيتي مالتك تطلع قدامك ما يروح على الايزوفيجاس بدون الاندوسكوب بس احد يلزم لك جوز راس الجوز راس يعني مالك هو لازم اسستنت وياك واقف قدامك وهاي الجهه بالجوز راس يعني يجي يسوي لك ايج هاي الجهه يعني ما يعيقك انه قدامك وانت واقف هنا هذا فايبر اوبتيك هذا جهاز هو يجي بالضبط يعني هيك واير هو وهنا كاميرا اذا شايفه موجود بالجمهور هنا كاميرا تجي يعني هو واير كلش صغير كاميرا بنصها تمسحها بالبدايه المرات يصير عليهم ماي ضباب شيء ما تبين سيتي نانا بيها لايت بالنهاية اكو لايت شغلناه بالبداية احنا شو نسوي ندخل اليوتيوب نجي احنا اليوتيوب السايز مالته شوية اكبر يعني لازم هاي اليوتيوب بالبداية لازم يعني سايز اقل شي 6.5 اللي يدخل هذا الشيء فاذا سايز يعني ما راح يجي لنا هاي النهاية دخلت اليوتيوب هنا دخلته وصلته لفوق يعني بنهاية هاي فالبقى بقى بس واير عندي الفايبر دخلت احد مسوي لي جو خاص اجيت دخلت الواير هو هو على الكاميرا راح يطلع قدامك يعني يطلع بالضبط شلون الناظور يعني شايفين البطن شلون تتصور اذا تلوم الناظور هنا نفس الشيء يعني الكاميرا واضحه جدا يعني فتطلع قدامك الزاكيه شفت الزاكيه هاي ليفت وهاي رايت من كملت الزاكيه هاي ليفت وهاي رايت تفر يا جهه انت تريد اخو هنا عتله هاي انا لازم تهبيدي هنا اخو عتله نهايته صعد لي فوق هاي فوق وهاي جوا واليمنى واليسرى انت تحدد تفر اصلا من دخلت اني حددت طلع لي الكاميرا هاي ليفت وهاي رايت وراها شو تسوي؟ ينزلوا لك اليوتيوب انت لازم هاي بالنهايه اليوتيوب هنا ينسحب اليوتيوب ينزلوا لك اياه ويدخل هو يا جهه يمنى يستعمل فينا بالديفيكولت سيتويشن اكو مرضى شايفين هذول اللي عندهم مشكله بالفك اصلا من ينفتح الفك مالتهم هذول مستحيل يسوون لارنجوسكوب بالفك فايبر اوبتيك على مود الديفيكولت سيتويشن مو بس انه هو اللاف فنتليشن بس عندهم اكو مرضى قافض هذا الفك مالتهم ما ينفتح هذول شلون يسوون فايبر اوب؟ شلون لارنجوسكوب؟ هذول جماعه هاي هذا ما ينفتح اصلا عنده مشكله هاي الاسبريشن شيء ما تقدر تفتحه فتستعمل له الفايبر اوب يعني على سده الحلق مالته مسدود اصلا بس مجرد انه احد يفتح لك شيء فتحه بسيطه تدخل هو واير وراها على اساس يعني هو العلم جدا متطور انه تدخل الهاي بس تشوف انت قدامك بالكاميرا احد يسحب اليوتيوب وراح يعني اصلا انت من تطلع يعني من تطلع باليوتيوب انت تشوف الزكاه هاي قدامك يعني انت اصلا متاكد من البوزيشنينج لا يروح لا رايت ولا لا يتعرض بالديفيكالت لانه هو اصلا انت قبل ما يصير البايفركيشن انت داخل فيها. انت غير شلون؟ لا مقبوله بس يعني تحتاج انت ترى يعني هذا اللي بالخبره سهل هذا الشيء الفايبر اوبتيك تكنيك مالته كلش صعبه بس هو شنو؟ يسهل الصعب ويصعب السهل. اوكي خلاص خلينا خلينا افضل انت راح نبغى بس انه فيديوهات ترى شكلها بصراحه بالعكس يعني كتطبيق تطبيق ما في تطبيق يعني شخص قدامك وانت قاعد تعرف شلون يسوي جوز راس يعني جوز راس انت الاسستنت هو يسوي الاسستنت للدكتور جوز راس انت تسوي فلازم تسوي زين جوز راس انت اصلا تحتاج من تقعد المريض في السيتويشن شايفين يسوون هاي الحركه مرات لانه بعد المريض ما قاعد التنج مالته يرجع فتحتاج انه تسوي له جوز راس على مود انه خاف بعد ما قاعد تحتاج اير واي تخلي فيها فانه لازم اني اسوي جوز راس هي شنو انه هاي الازمه جوز راس من انا يعني شلون لازم يعني اجمع على فهاي هذا المريض يعني هاي الازمه بالضبط فشايف هنا اصلا هذا هنا مفصل انت تحسه هنا تضغط عليه بالبدايه وتفتح الشن بالبدايه ضغطك تصير هنا يعني انت هاي اللزمه مالتك الضغطه راح تضغط هنا هذني عليها تضغط هنا من راح تضغط هنا هذا راح يفتح فانت تسحبه وهذا هيك شوف هاي الضغطه فعندكم هذا مريض يعني اضغط منا واسحب منا تضغط هاي هنا على المفصل على هذني هنا هذني هذا اصلا جوينت هذا جوينت مفصل ضغطت عليه بذني الاصابع وش تسوي هذني سحبه الحشن راح يفتح ينجر التانك هو يعني تلقائيا انه هو راح ينجر من راح
فرانكلين غطينا راح يطلع فرانكلين برا. هاي هي هاي جواز راس. بس انه هي يعني يحتاج لها شنو؟ شويه قوه. هنا تضغط بس ضغطت هنا وراها تسحب ليش؟ بس هو شكل مريض يعني شكل راسه هيك كبرى يعني قوة لازم. سجلت حلو؟ لا. رايت بس تجي دخلت هو هذا الكيوب العادي الدبل لون جيت اذا دخلت فيه ودخلت شويه زايد تجي تشيك تسمع بالسماعه تقلب تقلب طافله تنفخ الكاف تفصل لا بعد الثانيه بس مشكلتي وين مشكلتي بالليفت الليفت ما تروح هي يعني وحدها لازم الا تشوفه بعينك تشوفه بعينك شلون لازم فايبر اوبتيك Yes.
تقول هذا رايت رايت في موتورات. شلون قلت رايت في موتورات؟ الجهه الرايت ما اسمع بيها، ما تسمع صا يعني كل شيء ما تسمع بيها. فلازم امرجنت يعني لحظه هي يسوي الجهه في تيو والهي موتورات يطلع بالعكس هي بعيد بس يعني انه اول شيء شلون انا هون اشوف هذا المريض من موتورات هذا المريض يمكن في موتورات تسمع وراها سمعت انه سايلنت جهه واحده سايلنت محتاج المريض الضغطي
رايك فيه؟